دلوقتي هنروح لنقطة تانية من ضمن برضو الجلسات اللي كانت موجودة امبارح. الرئيس شارك في جلسة المسؤولية الدولية بإعادة إعمار مناطق الصراعات، وكان شاهد فيلم تسجيلي عن حجم معاناة النازحين في مناطق الصراعات. وعلى سيادة الرئيس خلال الجلسة قال إن الصراعات بتأثر على الشباب وعلى الصغار، ولازم يكون في تحرك لوقف الاقتتال. وقال كمان إن إعادة الإعمار لن تتكلف أموال فقط، ولكن هناك بعد إنساني وبعد نفسي واجتماعي لهذه الصراعات. احنا اتكلمنا على الموضوع ده في منتدى الشباب في 2018، واتكلمنا على النزاعات اللي موجودة وإعادة الإعمار والإشكاليات والأزمات اللي بتعيشها البلاد اللي فيها نزاعات زي كده، وتأثيرها على الشباب والشابات وحتى على الصغار اللي موجودين في هذه المعسكرات أو في هذه الدول يعني. وأنا بقول يعني عشان نقدر يعني نتحرك لابد ان النزاعات اللي موجودة ديت تتوقف، عشان نقدر نقول مش احنا اللي نتحرك، الدنيا كلها سواء الاتحاد الاوروبي او الامم المتحدة او حتى منظمات العمل المدني اللي عايزة تساهم وتشارك في هذا الامر، لابد ان النزاعات اللي موجودة دي والاقتتال اللي موجود يتوقف. قبل كده هيبقى صعب، لان حتى ممكن يعني فنيا على الارض لما تيجي تعمل عمل لاعاده الاعمار في مناطق فيها لسه صراعات موجوده ممكن يبقى ما تتمش بالشكل اللي انت بتتمنى. انا مش بتكلم على اليمن ولا بتكلم على، انا بتكلم بصفه عامه. وبالتالي لما في فرصه لتوقف هذه النزاعات هيبقى في فرصه لاعاده الاعمار، وهيتواجد التمويل وهيتواجد الاراده من الجميع للمشاركة بشكل أو بآخر لتسوية المسألة دي. لكن أتصور أن أول نقطة إحنا محتاجين نتحرك ونشتغل عليها أن إحنا قبل ما نتكلم على الرقم والفلوس، في فرق بين تخفيف آثار الأزمة للمواطنين اللي موجودين سواء بتوفير الطعام أو توفير المأوى أو الملبس أو حتى العلاج، فرق أنك أنت تعمل إعادة إعمار لدولة كانت في حالة حرب.